نحن اليوم بحي برلين متى وشارع الكاستاني الألي الشهير بمطاعمه ومقاهيه الكتيرة والمتنوعة. هالحي بيسكنه عدد كبير من العائلات الشابة والفنانين والطلاب الأجانب، مشان هيك صار بعد الوحدة الألمانية الوجه الشاب والمتعدد الثقافات لبرلين. وفي بيسكن كمان ضيفي عازف البيانو الشهير ياسر مختار. بتوعدي معه اليوم بالمقهى المحبب له حتى اتعرف على حياته الغنية بالموسيقى وقصص الترحال بين القاهرة وموسكو وبرلين. ياسر، اتفقنا نبلش اليوم معك بفنجان قهوة بهالمقهى المفضلة بالنسبة لك. أجمل ما أحبه أوي المكان ده جدا، وبالحي اللي أنت ساكن فيه من سنوات طويلة، والحي هذا مشهور كمان بوجود فنانين مثلك، بوجود كتاب مثقفين. هذا الحي معروف دائما إنه في حركة فنية وثقافية. بشو بتميز يا ترى لحتى جمع هالناس؟ احنا لما ابتدينا نسكن فيه في الاول كان المكان بيجمع كتير من الطلبه الفنانين، في كتير قوي ناس كانت بتيجي على برلين في فتره من حياتها عشان عايزه تلاقي نفسها، لانه السكن كان رخيص، كان تقدر الناس تعيش حياه بدخل قليل جدا، ما كانوش مضطرين زي في مدن كبيره زي لندن والحته دي وباريس انه يشتغلوا كتير عشان يدفعوا ايجار. غير انه كان في الاول كان في كتير قوي من المباني المهجوره، كانت ناس بس بتدخل تسكن فيها تقعد فيها، وبيعملوا كوميونتي ومجموعه من الناس، وحتى كانوا بيعملوا برات خاصه بالناس اللي ساكنه في المبنى نفسه. في مكان للارتجال طبعا. دلوقتي الوضع اتغير، يعني بقى اللي لحق ساعتها ياخد حاجه ان هو تقدر يستنى، اللي ما لحقش بيضطروا يروحوا اماكن ثانيه. الاسعار غاليه جدا، الاسعار غاليه بقى للاسف يعني. بس القهوه دي كويس انك سالتي، لان القهوه دي لازم احكي لك ان احنا اول ما جينا على برلين الحته دي ما كانش في قهوه، كان في كشك نوت على الناصيه بيبيع لك القهوه وتجيبي الشيزلونج من اللي بيتفتح ده وتقعدي تستمتعي بالمكان. بعد كده هو اتبنوها بقت قهوه، بس ما زلت بحب اجي اقعد فيها انا ومراتي، واي حد يزورنا من لبنان او من مصر اول حاجه بناخده عليها القهوه دي، لازم تكون موجوده، لازم تقنع. بالظبط. طب كيف هلا عم تقول المدينه صارت غاليه، هذه المنطقه صارت كمان من اغلى المناطق داخل برلين للاسف، فايجاد بيت صعب وايجاد بيت اصعب يمكن بالنسبه لموسيقي. ده طبعا طبعا فكرينيش. هل عانيت من هذا الشيء انك كنت ما تلاقي اجارات لما يعرفوا اصحاب البيوت انك انت انا ومراتي بس انا ومراتي اول ما ابتدينا ندور على شقه عشان نسكن مع بعض فيها، اول ما كانوا يسمعوا انه في موسيقي وهيدخل عليهم ببيانو وبتاع، كان دايما احنا في قاع الليسته، يعني ما كانوش بيقربوا جنبنا. اول حاجه لانه طبعا بيبقوا خايفين انه اول هيحصل مشاكل مع الجيران وهيبقى في اللي حصل ان احنا الشقه اللي لقيناها في متى حظنا كان كويس انه جيراننا كانوا ظراف، وانه عشان شقه كبيره فكانوا مش دايما لازم يقعدوا تحت البيانو يعني. فكانوا مستحمل يعني، عملوا لنا شويه، عملنا شويه قواعد اتفقنا عليها، بس كانوا مستحملين يعني سنين طويله. بس انا اضطريت الاقي مكان تاني بره، لان انا كتير من الاوقات بحتاج اشتغل بعد الساعه 8، بحتاج اعمل بروفات بعد الساعه 8 بالليل، وساعات بيبقى عندي وقت بس اتمرن من الساعه 12 بالليل. فعشان كده لقيت استوديو اقدر احط فيه البيانو بتاعي واتمرن. كيف هلا تغير الوضع بالنسبه لك كموسيقي مع ازمه الكورونا؟ يعني المجال الفني، القطاع الفني يمكن اكثر القطاعات اللي تضررت. ما عاد في حفلات، ما عاد في طبعاً اي شيء تشتغلوه. للاسف هي المشكله كمان فكره ان انت كعازف بيعزف حفلات ان انت بتحتاجي جمهور، اللي هو ممنوع يقعدوا بكميه معينه في القاعات. يعني دي الحاجات في الاغلب هتتطور تتحسن، انا ما اعرفش يعني، قصدي لحد دلوقتي الحاجات دي مش واضحه. الحفلات كلها اتلغت، كل موارد يعني انا بدرس كمان وعندي يعني عندي في الاستوديو بتاعي بقدر ادرس وكده، بس حتى ده كان جت فتره كناش بنقدر نشوف التلامذه، كان ممنوع بالقانون انك تشوف. ان انا كنت بدرس اونلاين على طول، نقلنا كلنا كل الموسيقيين نقلوا انه يدرسوا اونلاين اللي يقدر طبعا، لانه
في حاجات معينه بتبقى صعبه اونلاين، لما يبقى مثلا بتدرسي مجموعه موسيقيه، فلو كل واحد في بيتهم قبل ما يوصل الصوت هيبقى كل واحد في وقت مختلف يعني. بس طبعا كانت مشكله، لان هو طبعا مش زي الدروس العاديه، كان لازم اخذ مننا وقت كلنا ان نتعود على النوع ده من التدريس. بس يعني نتمنى انه يطلع فورمة تانية من العزف، يا نرجع تاني زي ما كنا زمان. كعازف بيانو كم ساعة بتدرب اليوم؟ عم قول لأن شايفة الإصابة اللي بإيدك. لا هاي الإصابة مش من التمرين، دي إصابة عمل بس مش التمرين. كويس إنك قلتي لي اللي حصل، عشان إيدي دي مش من التمرين، دي جت منه لما ابتدينا ندرس أونلاين. كانت أوريدي ابتدت المحلات تبقى قافلة، فكان صعب نجيب أي معدات، فكنا كنت بدرس بالسمارت فون بتاعي على الـ على الـ الزوم، وكنت بمسك السمارت فون بإيدي، فمن كتر ما كنت ماسكه فترة طويلة إيدي جالي التهاب في الأربطة. فدلوقتي بس يعني من 3 أشهر بقالي بعالج إيدي، بس يعني قصدي دلوقتي اشتريت كل المعدات الحمد لله، ومش محتاج أمسك اللي بقى تاني. لا ياسر، كيف تقدر كعازف موسيقي انك تترك بصمه على المقطوعات يلي عم تعزفها؟ لان المقطوعه لها نوتات ثابته، اي عازف بيمسك المقطوعه على النوتات ثابته، بس كيف انت فيك تترك انه هي المعزوفه هلا عم يؤديها ياسر؟ طب اللي بتكلم عليه ده اكثر هو الاداء، يعني فكره انه اداء لعمل مكتوب زي اي اغنيه، ممكن تكون نفس الكلمات نفس اللحن بس كل مغني هيغنيها بشكل مختلف. حتى المغني نفسه يعني لما تسمعي حاجه لأم كلثوم هتلاقي انه ممكن نفس الجمله الموسيقيه وكان بتعيدها 7 مرات كل مره بطريقه. فهي دي نفس الفكره، ان انت عندك التكست النص مكتوب، بتحاولي تقريه قد ما تقدري بامانه، وبعد كده بتبتدي تشوفي فهمك للعمل نفسه. ده اللي بيفرق من شخص لشخص. قدي الباك جراوند الثقافي بيأثر على البصمه يلي انت بتصنعها اثناء الاداء مقطوعة موسيقية؟ لأن أنت مثلاً عندك في العائلة انتماءات موسيقية وثقافية مختلفة، أمك لبنانية، والدك مصري، زوجتك من كمبوديا آسيوية، درست في موسكو، عايش في برلين، كل هذا الخلطة قدي بتأثر على أنت أدائك على الموسيقى؟ ده بيلعب دور طبعاً أكيد، يعني ما فيش شك وكده. أول حاجة النوع المزيكا اللي بتسمعيها من وانت صغيرة ده بيأثر عليك، حتى في نفس الحقبه الزمنيه اللي المؤلف كاتب فيها، ايه نوع الادب اللي كان حواليه، ده كله بيأثر في فهمك للموسيقى، وبالتالي بيأثر على ادائك للموسيقى. خصوصا انا كمان اهلي يعني قصدي ماما عشان كانت في السينما، وفي والدتك هي المخرجه اللبنانيه نبيها لطفي، اللبنانيه المصريه ووالدك مؤسس دار نشر المؤسسه العربيه للدراسات والنشر، فالجو كله ثقافي بالضبط. يعني من الناس اللي بيقولنا من الكلام على الترابيزه واحنا قاعدين بنتغدى، بيبقى في دايما في تحليل لحاجات معينه، لافلام، لكتب، فطبعا ده بيأثر عليك وعلى فهمك هم كانوا يعزفوا موسيقى؟ ماما كانت بتعزف شوية بيانو وهي في المدرسة، بس بابا ما كانش ما بيعزفش ولا آلة، كان بيرسم بينحت، وكان بيسمع موسيقى بشكل يعني دائم. عندنا في العربية كان في موسيقى في البيت، طول الوقت في موسيقى شغالة بنسمعها. كلاسيك كمان؟ كلاسيك طول الوقت، كلاسيك عشان لما أنا ابتديت بقى كلاسيك، بس كمان الموسيقى اللي هي الكلاسيكية العربية، يعني ناظم الغزالي بنسمع، بتسمعي فيروز، بتسمعي حاجات زي كده، ده كانت طول الوقت شغالة عندنا.
العالم اللي عايش فيه كله بين البيانو والبيانو. امتى بدأت علاقتك مع الموسيقى والبيانو؟ هقول لك حاجه، احنا في مصر عندنا في كل منطقه كانت تبع الثقافه الجماهيريه في مراكز ثقافيه تبع وزاره الثقافه للشباب وكده، فكنت وانا صغير بروح هناك بنغني في الكورال. ففي استاذ بتاع كمانجا قال لاهلي انه هو عايزني ابتدي معايا كمانجا، لانه شايف ان انا بسمع كويس ودني كويسه بتاع، فابتدى معايا كمانجا. بس انا ما حبيتش الكمانجا، يعني حبيت المزيكا بس ما حبيتش الكمانجا. لا انا كانت بتضايقني، وبعدين كمانجا عشان عبال ما تبتدي تعزفي كويس بيكون انت واهلك كلهم اتطردتوا من والجيران. فلما ابتديت البيانو عرفتني ماما، كانت يعني صديق ليها الاستاذ احمد فؤاد سليم اللي هو من اهم الرسامين الموجودين عندنا في مصر، ومراته كانت مارسيل ماتا اللي هي رئيسة قسم البيانو في معهد الكونسرفتوار في مصر. فروحنا عندهم بشكل شخصي يعني، المهم ابتديت العب بيانو، وقررت ان هو البيانو هو الاله بتاعتي مش الكمانجا. وبعدها بسنه قدموا لي اهلي المعهد الكونسرفتوار، وابتديت ادرس وابتدت رحلتي، ومن ساعتها وانا على البيانو ما فيش انقطاع، ما حصلش يعني انقطاع. كيف كان بالنسبه لطفل لما دخلت على المعهد العالي للموسيقى؟ اكيد الموسيقى بدها تدريب دائم لحتى طبعا الواحد يتقن طبعا العزف بشكل جيد، بس انت كطفل عمرك 5 سنين 7 سنين لازم تتدرب كل يوم عدد من الساعات، كان بالنسبه لك هذا شيء مسلي او كنت حاسس انه ضغط وبتفضل يمكن مثل باقي الاولاد تنزل تلعب بالكره او طبعا تعمل شيء؟ طبعا يعني اقول لك ما فيش حد هيقول لك انه كان في منتهى السعاده انه يقعد يذاكر. هي بصي، هي حاجه بتتعودي عليها زي روتين، زي غسيل السنان بقى، زي غسيل الوجه، ان انت علاقتك بالاله دي يوميه. طبعا وانت صغيره بيبقى ساعات التدريب اقل، كل ما تكبري الاعمال بتبقى اكبر وتحتاج، بس انت لما تكبري والاعمال تكبر بتبقي انت خلاص انت نفسك عارفه انه الاعمال دي محتاجه الوقت ده اللي بتدرسي فيه، او خلاص بتبقى عاده يعني. بس طبعا لما الشمس تبقى طالعه بره وانت محبوسه في اوضه بتتمرني اكيد مش اسعد اوقاتك يعني. بعمر 13 سنه حصلت على الجائزه الاولى لمسابقة أجرتها وزارة الثقافة للثقافة، وبعدها بعد ما خلصت أيضا دراسة والثانوية انضميت أيضا للأوركسترا التابعة للمعهد العالي الموسيقي، وهي إنجازات كبيرة بالنسبة لي. لا أنا لازم أصلح بس شوية صغيرة، الأوركسترا ما انضمتش ليها لأنه ما فيهاش آلة البيانو الأوركسترا. أنا كنت في الكرة يعني بتاع قسم البيانو، كان لحد الثانوية العامة أنا كنت في مصر، فضلت في مصر يعني، فكان قسم البيانو وقسم الغنى كانوا في الكورال، اما في الاوركسترا فالالات الوتريه الات النفخ يعني. اللي حصل بس ان انا في السنه الاخرانيه اختاروني اعزف مع اوركسترا المعهد في حفله، كانت حفله كبيره في، وكنت اصغر واحد متقدم في الـ في الـ في الـ في, الـ في الحفلات دي بالذات، ونقوني عزفت كونشيرتو ليست الاول، انا مش هنسى يعني لحد دلوقتي، في قاعة سيد درويش. كانت حاجة يعني بالنسبة لي حاجة مهمة يعني، بس للأسف جوه الأوركسترا ما اشتغلتش لأنه آلتي لا تسمح يعني. ليش حبيت البيانو؟ هقول لك حاجة، البيانو بعد فترة بيبقى جزء من تعبيرك عن نفسك. أوكي. يعني اللغة، المزيكا بشكل عام بتبقى اللغة تقدري تعبري بيها عن نفسك، عن أحاسيسك، غضب، سعادة، حزن، التركيبة الحاجات ممكن تبقى معقدة بشكل انت عايزة تفهميها، عايزة تدخلي جواها، فبتبطلش تبقى ما تبقاش شغلانة زي انت مثلا، ما اعرفش حد ممكن يكون حد بيحب يشتغل في بنك يعني، بس قصدي لما تشتغلي شغلانة من 9 لـ5 وعارفة في عندك حاجات لازم تعمليها. المزيكا مش كده خالص يعني، المزيكا اول حاجة ملهاش وقت يعني، انت ممكن اعمال معينة تتطلب منك طول الوقت، ممكن تتمرني 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات يعني حسب الـ الحاجات اللي انت بتحضريها. قديه بتساعدك الموسيقى بانك تتحمل المشاكل اللي بالحياه؟ مظبوط. بصي عليك حاجه، انا لان انا من وقت ما شفتك وانا سعيد. انا هقول لك حاجه، المزيكا عشان زي ما قلت لك زي المديتيشن يعني، انت فيها بتدخلي في عالم، مفروض ان احنا كل الحاجات اللي حوالينا تسحبنا لتحت، كل حاجات متاعب، غضب، كل حاجات، والمزيكا والفنون بشكل عام بيحاولوا يرفعوكي عن البتاع ده. فانت تخيلي لما حد يكون عنده ست ساعات في اليوم، 5 6 ساعات في اليوم
ده اللي بيعمله زي المديتيشن. بعد ما خلصت الدراسة في القاهرة خرجت لموسكو لواحد من أهم معاهد الموسيقى في العالم، معهد تشايكوفسكي للموسيقى، وكان عمرك 16-17 سنة تقريبا. فاكر صح كنت هذا بدأ. المعهد المرموق والمشهور، يا ترى كيف حياة الطالب فيه؟ أقول لك حاجة، هو المعهد معهد تشايكوفسكي بالذات كان في وقت الاتحاد السوفيتي كان معهد مركزي، يعني قصدي أغلبية من كل الاتحاد السوفيتي كان الكويسين يعني زي النخبة بتاعتهم بييجوا يدرسوا هناك، علشان هو كمركز كان بيساعدهم بعد كده يحضروا المسابقات أو يروحوا حفلات، كان مركز. فكان في عدد يعني كبير جدا أو نهائي من عازف البيانو والكمانجا كل حاجة، بس المستوى قد كده عالي أنه أنت كل خطوة بتعمليها في المعهد تتعلمي منها، تتعلمي من أساتذتك، بس تتعلمي من 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 زمايلك، من لأن هم عدوا مدرسة طويلة وعريقة تقدري تتعلمي منها. فكان كيف ممتع. كان بالنسبة لك بعد تجربة الدراسة في مصر؟ طبعاً أخذ وقت، مش هكذب عليكي، أخذ وقت. أنا في الأول كان يعني إحنا مصر إحنا علاقتنا بالحاجات الموسيقى العالمية كانت المعهد بتاعنا واسطوانات، فاحنا كنا فاكرين ان الناس بس على الصنات تعرف تعزف كده. لما رحت موسكو لقيت كلهم بيعزفوا كده. ففي الاول خد مني وقت، بس انا كان حظي كويس انه في مصر كان اخر سنه ليا في مصر كانت عند استاذه من سلوفاكيا، تاتيانا فرانيوفا اسمها، وعندها كان زمايل درسوا في موسكو قبل كده، فقالت لي بص ياسر، انت اهم حاجه تعرفها ان انت في المعهد ده تعمل على انك تطور نفسك بالتدريج، والا هتتعب نفسيا، لان هي كان عندها اصحاب سابوا الدراسه ورجعوا تاني. فقصدي فده اللي خليته دايما في دماغي، فكره انه انا اهم حاجه ان انا اطور نفسي كعازف وكفنان. يعني دائما في علاقه مميزه او علاقه قويه بين العازف وبين الاله اللي بيعزف عليها، بس غالبا كل الآلات الأخرى العازف يكون بيمتلك آلته بيحملها بيروح معه على المسرح، فبيحس إنه يعني طفله بين إيديه. خلينا نقول أنت لازم في كل خشبة مسرح ترجع تتعود على الآلة الأول والجديد. هي دي فيها صعوبة، عندك حق. يعني أول حاجة لما حد بيبقى بيعمل تور بتبقي مش دايما عندك الوقت الكفاية إنك تجرب البيانو قبل ما بيبقى في فترة قصيرة جدا إنك تقدري تجربيه وتتعودي عليه. في بيانوهات بتبقى أتقل من العادي، في أدوات أخف من العادي، في بيانوهات صوتها عالي جدا لازم تخفضيه حسب القاعة. فطبعا بس الظريف بقى في الموضوع ده إنه لو اللي عندهم آلات يمتلكوها، لو معهمش فلوس يمتلكوا حاجة غالية جدا هيفضلوا متدبسين في الآلة اللي هم معاهم. بس بالنسبة لنا احنا بيجينا فرص نعزف على بيانوات كويسة طول الوقت، فجميل. بس بيفضل البيانو اللي عندك في البيت هو البيانو اللي انت عاملة علاقة، يعني اللي بتحاولي تخرجي أنواع أصوات مختلفة منه من البيانو ده. لما الواحد دائما عم يعزف لايف أكيد بمر بمواقف ودائما مش دائما ظريفه. بتذكر اشياء كان عندي حفله مع واحد بتاع فلوت في في في, في موسكو. فالمهم برضو من ضمن الحاجات انك برضو ما عندكيش وقت تجربي التعب، تجربي شويه كده اهو تعرفي صوت البيانو تطلع. المهم اللي انا ما كنتش اعرفه ان لازم تعرف البيانوهات لما تبقى كبيره والعجل بتاعها بيبقى ناعم، فاللي بيعملوه انه في فرمله تحت بتوقف، فالظهر ما حطوش الفرمانة دي. فالمهم ابتدينا نعزف، اعزف البيانو وابتدي البيانو يطلع لقدام وانا مش قادر اقف واجري ورا البيانو، وبعدين في الاخر بقيت اخد بالي عشان ما يجريش منه، والراجل بتاع الفلوت كان بيبص انت رايح فين. بس قصدي يعني حاجات زي كده بتحصل. مره قبل كده كان عندي بروفا مع اوركسترا، مش فاكر في مصر، كان عندي بروفا مع اوركسترا وبرده جابوا لي كرسي جديد انه لسه جديد، فبعزف اول اكورد في الكونشيرتو قام الكرسي كله على بعضه نازل لتحت، بقيت قاعد عامل كده اهو. بس كويس لما يعني في حاجات بتبقى كويس لما تحصل في بروفات ما تحصلش في الحفله، بس يعني الواحد لازم يبقى مستعد نفسيا لحاجات زي كده، مفيش مشكله. شو لسه ممكن تقدم لنا اليوم؟ بصي انا هعزف لك مقطوعه انا كنت بحب اعزفها من وانا صغير، كنت بعزفها لمؤلف الماني اسمه فيليكس مانديسون باتولدي، القطعه اسمها روندو كابريتشيوزو. هي خفيفه كده وسريعه، المفروض انها يعني استعراضيه،
بس بحبها من وانا صغير بنعزفها يعني. يلا اوكي. الو 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 كريستيان تمام الو كريستيان نيكوليسكو ganz alter Freund von mir, Pianist. Und er ist der Herr von diesem Studio, Studio Nicolescu, das ist auch Christian Nicolescu. Und hier proben wir zusammen, wenn wir dann zwei Klaviere spielen. Mhm. Wann hat eigentlich eure Freundschaft angefangen? Lange, lange her. Ich war, ja, Ewigkeit. Ja, das, wir sind auch in den 90er Jahren beide nach Berlin gekommen. Mhm. Auch aus Moskau? Nee, ich auch aus Bukarest. Und ich bin aus Moskau direkt hier gekommen. Und da haben wir uns kennengelernt. Und dann habe ich auch lange Zeit seine Tochter unterrichtet. Ah, schön. Ja, ja. Und sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich unterrichtet. Warum er hat... Ihre Tochter unterrichtet nicht. Man unterrichtet nicht seine eigenen Kinder. Das machst du nicht. Das funktioniert nicht. Okay. Sie haben auch schon Auftritte zusammen gemacht, ne? Ja, ja. Wir spielen hier. Ja, ja. Ich meine, wir haben auch ganz große Konzerttournee gehabt. Mhm. Im Mai hätten wir gehabt. Ja, ja. Leider aber durch Corona ist das alles natürlich abgeplatzt. Ist verschoben worden. Mhm. Und deswegen proben wir jetzt zusammen auf so zwei Klaviere. Sehen wir heute was? Hoffentlich. Wir was? Vielleicht. Hast du Lust? Ja. Okay, gut. Das wäre schön. Ja, gut. Ja? Wunderbar. Was spielen wir mit Sicilianen von Bach? Ja, ja, von Bach. Ja, ich spiele Sicilianen von Bach. Das ist bearbeitet für zwei Klaviere. Sehr schön. Gut.